أهلا وسهلا بكم تلاميذي الأعزاء في قناة الأستاذة مزين. في هذا الفيديو إن شاء الله راح نتناول نموذج من اختبار الفصل الثالث لمادة التاريخ والجغرافيا للسنة الأولى متوسط. طولت عليكم الغيبة سنة أولى لأنه كتلاتي مع بيان بلو مع سنوات الرابعة متوسط. إذا عندي أسبوع راح نتفرغ لكم إن شاء الله، وكل ما سمحت لي الفرصة أكيد راح نحط لكم نموذج آخر. جيد، الآن نبدأ في حل الموضوع. الجزء الأول متمثل في التاريخ كما راكم تلاحظوا معايا هنايا. عرفت بلاد المغرب القديم سلسلة من الموجات الاستعمارية تعددت دوافعها بتعدد أنواعها. عرف المصطلحات التالية: الويندال والنيمس. فقط قبل ما نبدأ في الحل عندي ملاحظة، معظم الأساتذة وحتى أنا منهم بالنسبة للاختبارات الخاصة بالفصل الثالث نقول لهم حتى الفصل الثاني يطيح. لماذا؟ لأنه عدد أو بالأحرى الدروس اللي تناولناها في الفصل الثالث قليلة جدا، وحتى معظم الأساتذة تلقاهم لضيق الوقت ما يكملش البرنامج، وبالتالي تلقاه داير درس واحد ولا زوج في المدنية ولا درسين في التاريخ. هذا لا يفي بالغرض. هنايا يضطر الأستاذ أنه يدخل دروس الخاصة بالمقطع الثاني أو الفصل الثاني. جيد، نكمل الآن نروح إلى الحل. التعريف هو راح يكون كالتالي، لاحظوا معايا تعريف فقط. الويندال هم إحدى القبائل الجرمانية وهم أمة متوحشة. الليمس هي خطوط وأنظمة دفاعية وعسكرية التي شكلت حزاما واقيا للإمبراطورية الرومانية. جيد، السؤال اللي بعده لاحظوا معايا، قال لك رتب مراحل الاحتلال الروماني لبلاد المغرب. عندنا إلحاق نوميديا الغربية سنة 33 قبل الميلاد، إسناد حكم بوريطانيا إلى يوبا الثاني وابنه بطليموس، ضم نوميديا الشرقية، تدمير قرطاجة سنة 146 قبل الميلاد. لاحظوا معي فقط هنا ينتيك تروح ترتب، احنا درنا مراحل الاحتلال الروماني انت تكون حافظها، حتى وانه احنا نعرفوا باللي انه الخريطة مثلا لاحظوا معي هنا هذه الخريطة تاع شمال افريقيا، احنا نعرفوا باللي الامبراطورية الرومانية اللي هي ايطاليا حاليا جاية هنا، يعني كي بدت تفتح بلاد او شمال افريقيا اكيد راح تبدا بقرطاجه، من قرطاجه تروح لنوميديا الشرقيه، من نوميديا الشرقيه تنتقل الى نوميديا الغربيه وتخلي موريتانيا هي الاخرى، هذا هو الاتجاه تاعها كما كنت لاحظوا انايا هنايا راني بالسهم. اذا الترتيب تاعها راح يكون سهل جدا، بدات بقرطاجه، تدمير قرطاجه سنه 146 قبل الميلاد، ثم ضم نوميديا الشرقية، بعدها ثلاثة إلحاق نوميديا الغربية سنة 33 قبل الميلاد، أربعة إسناد حكم موريتانيا إلى يوبا الثاني وابنه بطليموس. جيد، فقط ثاني نعطي ملاحظة أخرى، الأساتذة اللي راح يديروا من الفصل الثاني راح يدوا الأشياء البسيطة السهلة من الفصل الثاني وإنما يركزوا على الفصل الثالث. جيد، نروح الآن إلى سؤال آخر، قال لك صنف المنجزات التالية حسب الجدول الموالي. عندنا الكتابة الهيروغليفية، الكتابة المسمارية، تقسيم السنة إلى 365 يوم، وحدائق بابل المعلقة، نهر الدجلة والفرات، وتحنيط الموتى. جيد، أنا الآن راح نصنفهم في الجدول. عندي الحضارة المصرية والحضارة الرافدية، يعني حضارة بلاد الرافدين. المصريون هم من قاموا بالكتابة الهيروغليفية وتحنيط الموتى وتقسيم السنة إلى 365 يوم. الحضارة الرافدية الكتابة
هنايا الكتابة المصرية، مش المصرية عفوا، الكتابة المصرية. حدائق بابل المعلقة، نهر الدجلة والفرات. جيد، نروحوا الآن إلى أهم جزء اللي على بالي بلي راكم كامل تنتظروا فيه، وهو الخاص بالوضعية الإدماجية حول الحضارات القديمة. الآن راح نتناول، أنا حنقرأ الوضعية من بعد نجاوبوا عليها. لاحظوا معايا. تصفح زميلك كتاب بعنوان الحضارات القديمة، فشد انتباهه إلى الاقتباس الموجود فيما بينها، فطلب منك شرحا أكثر. معناتها راح نتكلم على الحضارات القديمة. عندي السندات، لقد تأثرت الحضارات القديمة ببعضها البعض، حيث يعتبر نظام الحكم السائد في أغلب الحضارات القديمة ملكي وراثي. اثنين، كل المنجزات السومارية معناتها العراقية من فنون وعمران انقلبت على بلاد النيل بفضل الاحتكاك الجواري. أنا نروح الآن إلى التعليم اللي وش تقول. تقول لك اعتمادا على السندين وما درست، أكتب فقرة من 8 أسطر توضح فيها عوامل قيام الحضارات القديمة وأهم المظاهر الحضارية. هنا المظاهر الحضارية ولا نقولوا منجزات. هنايا تلاميذي او مشاهدين الكرام اللي راكم تشاهدوا الان، ماشي في الاختبار يقول لك هات المظاهر الحضاريه تقول له ما درسناهمش. المظاهر الحضاريه هي نفسها المنجزات الحضاريه. هنايا حدد لي ندير غير مصر فقط، معناتها راح نتكلم على كل الحضارات والعوامل التي ساعدتها الدرس الاول في التاريخ، وناخذ مصر كنموذج فقط، نتحدث على المظاهر الحضاريه الخاصه بمصر. جيد، اذا لاحظوا معايا الوضعيه الادماجيه كيفاش راح تكون. وهذه الوضعيه تقدروا تطبقوها في كامل الحضاره اللي يعطوها لكم في الاختبار. الحضاره هي حاله متقدمه للمجتمع الانساني، فما هي اولى الحضارات البشريه وما هي العوامل التي ساعدت على قيامها؟ لقد عرفت المجتمعات قديما بروز حضارات في مناطق محددة دون الأخرى، أبرزها الحضارة المصرية والرافدية والرومانية. ساهمت مجموعة من العوامل في قيامها، نذكر منها العوامل الجغرافية، حيث المصادر المائية اعتبرت موقع جذب للحضارات كنهر الدجلة والفرات ونهر النيل. وأيضا المناخ من العوامل المهمة الذي يؤثر على نشوء الحضارات، فالمناخ المستقر يضمن نمو المحاصيل، بالإضافة إلى عوامل اقتصادية التي ساهمت في ازدياد عدد السكان والتجارة التي اعتمدوا عليها لتوفير السلع. وحتى العوامل الاجتماعية المتمثلة في الاستقرار الاجتماعي. هنايا شوفوا العاية، أخذت العوامل الآن، فنأخذ مثلا الحضارة المصرية برزت مظاهرها في المباني كالأهرامات والمعابد وتنظيمها الاجتماعي المتمثل في نظام الفراعنة وفكريا براعتهم في العلوم الطب والجغرافيا نقاط درت، وحتى الكتابة الهيروغليفية. خاتمة. ومن هنا يمكن القول أن الحضارات الناجحة القديمة نموذجا هاما لحضارات لاحقة. هذه هي الوضعية الإدماجية الخاصة بالحضارات القديمة. الآن نروح إلى الجزء الخاص بالجغرافيا. يعيش الإنسان في مختلف بيئات العالم، ويقوم بممارسة عدة أنشطة فيها. أذكر بيئات المناطق الحارة، وأبرز نشاط الإنسان في البيئة الصحراوية. جيد، الآن راح نذكر
هذا الدرس تاع الفصل الثاني، بيئات المناطق الحارة. عندنا المنطقة الحارة فيها بيئات، يعني المناخ اللي موجودين فيها. عندنا بيئة صحراوية، البيئة الاستوائية، البيئة المدارية. نشاط الإنسان في البيئة الصحراوية، الإنسان اللي ساكن في الصحراء وش من الأنشطة اللي يقوم بيها؟ الصناعة الاستخراجية اللي متمثلة في البترول والغاز والمعادن، وتربية الحيوانات كالجمال، والزراعة الصحراوية، الواحات، وعندنا التمور. هذه هي أهم الأنشطة التي تمارس في الصحراء. قال لك قارن بين لحظة معايا هنا، قال لكم الموضوع. يمارس الإنسان الزراعة بمختلف أنواعها في البيئة المعتدلة. قارن بين الزراعة الواسعة والزراعة الكثيفة. المقارنة، لحظة معايا حنقارن. هذا السؤال محتمل كثير يديروه في الفصل الثالث. الزراعة المكثفة هي طريقة زراعية تستخدم عفوا أعلى تقنيات زراعية لزيادة الإنتاج الإجمالي. معناتها عندك مساحة زراعية، هذه المساحة الزراعية يديروا تقنيات عالية باش يزيدوا في الإنتاج الكثافة. أما الزراعة الواسعة هي العكس تاع الزراعة المكثفة، هي أرض يتم فيها زراعة المزيد من الأراضي لزيادة الإنتاج. معناتها يحوسوا يستخدموا بزاف من الأراضي الزراعية، هذه يعني واسعة، الاستخدام الأكثر للأراضي الزراعية. العكس تاع المكثفة يستخدموا التقنيات الحديثة. جيد، نروح الآن سؤال آخر. قال لك اقترح حلول للمشاكل التالية: تراكم الأوساخ في الشوارع، نقص كمية الأكسجين في الجو، كثافة الدخان المصانع في المدن. إذن نروح ندير الحلول التي نقترحها، أكيد هناك العديد من الحلول. نبدأ بتراكم الأوساخ في الشوارع. الحل: تخصيص أماكن لرمي النفايات، توعية المواطنين برمي النفايات، النفايات هي الأوساخ، في أماكنها المخصصة. هذا هو الحل. نقص كمية الأكسجين في الجو، التوقف عن قطع الغابات. حنايا الأكسجين نقص في الجو وزيادة غاز ثاني أكسيد الكربون، إذا نتوقف عن قطع الغابات، وأيضا اختبار وسائل نقل، اختيار عفوا وسائل نقل صديقة للبيئة. معناتها نستخدم الطاقة الشمسية ولا الطاقة الكهربائية. جيد، نروح إلى كثافة دخان المصانع في المدن. اللجوء إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية من أجل أن نتفادى ذلك الدخان الذي يأتي من المصانع. نروح الآن، ننتقل إلى الوضعية الإدماجية خاصة بدرس التدهور البيئي. كي نقول التدهور البيئي نقصد به التلوث البيئي، هو نفس الشيء. حنقرأ الآن الوضعية الإدماجية ثم نقوم بحلها. لاحظوا معايا. أثناء حملة تحسيسية قامت بها المصالح المحلية ببلديتك، تم تحذيركم من مخاطر التلوث بأنواعه على الصحة والبيئة. السندات: زيادة النشاط البشري له أثر كبير في تلوث الجو. انتشرت مؤخرا أمراض تنفسية كثيرة مثل الحساسية والربو. أصبحت حماية البيئة من التلوث مسؤولية الجميع. قال لك التعليم اعتمادا على السندات وما درست، اكتب فقرة تتحدث فيها عن التلوث وأنواعه مبينا بعض نتائجه على الإنسان والبيئة، مقترحا حلولا لمواجهتها. الآن ركز معايا تلميذي أو المشاهد، مشاهد العزيز، لاحظوا معايا مليح. أنا التلوث وأنواعه ونتائجه، وين درت أنا هذا الدرس؟ التدهور البيئي مع الحلول. إذا وضعية إدماجية خاصة بالتدهور البيئي راح تكون كما راكم تلاحظوا.
التلوث البيئي من أخطر المشاكل التي تواجه الإنسان، حيث يستطيع أن يحول حياة الإنسان إلى الأسوأ. التلوث البيئي هو إدخال عناصر ملوثة إلى البيئة، وهو أنواع، أهمها التلوث الهوائي الذي يحدث من خلال الدخان والغازات الضارة، مما يؤدي إلى نقص الأكسجين في الهواء، وبالتالي يؤثر على أصحاب الأمراض التنفسية، الحساسية والربو. وأيضاً التلوث المائي الذي يحدث بسبب إلقاء المخلفات الضارة إلى مصادر المياه، مما يؤدي إلى قتل الكائنات الحية البحرية وانتشار الأمراض المعدية كالكوليرا. أما التلوث الترابي يحدث بسبب نشاط الإنسان الذي يقلل من المساحات الخضراء. هنا يشوفوا، هنا ذكرت ثلاث أنواع تاع التلوث مع الأضرار تاعها. لذا لابد على الإنسان اتباع الطرق لوقاية البيئة من التلوث، كتصريف السليم للمخلفات الخاصة، وزيادة المساحة الخضراء، وتشجير المدن، وحتى إعادة تدوير البلاستيك والأوراق، واستخدام الطاقة المتجددة. أنا درت نقاط إلى آخره، لأنه عندي الكثير من الحلول، ماشي حنكتب، ماشي معناتها راني حافظة هذوك الحلول كامل نحطهم، لازم نلتزم بعدد الأسطر. نروحوا الآن إلى الخلاصة، ومن هنا يمكن القول لابد على كل شرائح المجتمع المساهمة في الحد من التلوث البيئي لإنقاذ الأرض. وصلنا إلى نهاية الفيديو، كان هذا هو موضوعنا لنهار اليوم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك والإعجاب ليصلكم كل جديد، وشكرا لكم على حسن المشاهدة.